يو معكم حنكل بريطاني واليوم رجعنا لكم فيديو جديد اسطوري ادم يو يا بريطاني في حريقة بس انت من فين طلعتوا عيال انت كيف جيت سو فين جيتوا احنا نجي من الارض نطلع اليوم عندنا تحدي اسطوري خوي تحدي مدامكم انتوا جيتوا جايب لكم تحدي اشكال الهندسيه حبيبي اليوم حيكون في ايش طهم ميه في عيش على كيف كيفك بس قبل ما نبدا الفيديو هاي زنبطات اللي بنوريهم بس كذا لقطه من الاغنيه الجديده اللي هتنزل فريستايل سريع فريستايل سريع سمعني زنبطات وصلنا للسما نمبر 1 شوف يا هون ناخذها معلومه شوف نوصل على اي مدى قوم صاد انسبب امازون بطاط وحنكو خليهم يتكو خليهم يحكوا ويقرفهم فكوا قالوا عادوا احنا طلعنا نمبر 1 يقول هذا اي فن سمع كلامي دن بليز دونت بانيك ون سلانج دي شوت لموبوسكي سيد دونت جيت كوت برا لوكو خلاص بس بس الله حق يا اخوي كنت مطرب يا اخوي ما اقدر معلش خلاص انت فين اذا تبغى اغنيه اكتبوا تحت في الكومنت وانا زنبطات مسوي لكم اغنيه مجنونه اغنيه احسن من كذا تمام يلا نبدا التحدي التحدي باختصار المتابعين عندنا اربع كروت على اشكال الهندسيه حناكل على حسب اشكال الكروت جاهزين عيال جاهزين اول شكل فيه مستطيل مربع مثلث واخر شكل الدائره يعني مثلا تاكل مثلث تاكل الشريحه بيد يجيك دائره تاكل برجر اخوي انتهى وين اول مطعم عيال روح الطازج اول مطعم الطازج بس يلا قفل عيونكم يا شباب ابشر نقلب الكروت يا حبيبي فكه اختار انا بختار الكرت اخوي هذا الكرت واحد اثنين ثلاثه لا لا. لا 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 يعني كريس بروت لا لا يا ما اتفقنا كذا يا على الطازج وكذا يكون وصلنا الطازج هاي عيال وصلنا الطازج حبيبي وانا واضحه يعني يا جماعه الخير كريس برول بيقوم طهمجه دحين مع الظهريات دي على كيف كيفك ها طيب اروع طهمجه بتقوم الان يلا خلينا نخش وانت ايش عندك غله انا عندي ذله السلام عليكم عندنا تحدي في اليوتيوب انه ناكل على حسب اشكال الهندسيه حقتنا يعني مثلا يطلع له مربع يعني بسبوسه وكذا لا لا ما في بسبوسه يا اخوي اليوم حياكل سلطه ملفوف البطاطس جيله طويل ياكل كريسبي رول وش في دائره الجديد الله عليك مظبطينك طب انا ايش لي لا ما ينفع كذا يا لا سلطه ملفوف فجر يلا الله يا بريطاني يا بريطاني اول شيء خلينا نبدا بالبطران جاك مربع فحتاكل سلطه ملفوف مدام انت ابو تي طلع لك دائره جاك كريسبي برجر جديد من الطازج يا اخوان مدام انت طلع لك مستطيل جايب لك كريسبي رول تفضل يا وانا طلع المثلث يجيبوا لي وجبه اطفال لا ذول يسوقون ام يا اخوي نجرب شو اللعبه اول لا اعطيني لعبه كمان لا انا احب اللعبه على اللعبه خلينا نلعب بيها نونو غاغا ايه جيب لك رضاعه انا مسوي دايت عشان كذا راضي بدال شيء يا قلبي انا ترى مقهور يا متابعي والله انه مقهور ترى بس قاعد يجامل نفسه قاعد يجامل نفسه اقول لك جامد الشيء كيف لي يا عزيز المتابع اتعب اتعب ولد ايدك يا لا بطل غش بطل غش شو بعدها؟ جيب الشيز يا حبيبي الجبنه خطير 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 يا قلبي لقمه يا اخوي والله سامع طراطيه جنب اذني عندي طيب وانا كريسبي رول يا جماعه كيف بيقول؟ ايش بك يا بريطاني؟ ما تهنيت فاكلي شوف كيف يا جماعه امزح من الارض خلاص لا 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 جيعان يا شيخ ما اكلت شيء اليوم انا خربق راوند 2 راوند 2 وين المطعم اللي بعده يعني؟ الجولة الثانية كنتاكي قفل عيونكم يا شباب قلب 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 فكوا عيونكم اختاروا بطران انا بدا وانا بدا واحد اثنين ثلاثة يس انا اطلع لي دائرة يا حبيبي حقهم برجر مع جبن على كيف كيف يلا على كنتاكي يا حبيبي يا حبيبي اقول لك سيبك ولا حبيبي انا دحين بطاهم بيج اجو بيتك هو تقعد كذا سلام ورحمه الله هذا اليوم عندنا تحدي في اليوتيوب يعني عندنا اربع كروت مثلا طلع لك دائره تديني برجر في برجر صح نجيب انا برجر اقول لك هنا ايش في يا طيب اقول لك هنا ايش في اوي تويستر وجلد الشيخ ربطي انت يا بريطاني مظبطني اقسم بالله الكب جديد دوب المشي اخوي اقول لك انت مظبطني اليوم يا اخوي هذا المربع والمثلث فيه ولا لا 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 ما في ويا حبيبي يا حبيبي استلمنا الطلب من كيف سي انا طلع لي دوره طلع لي برجر انا جاي بسكويل لا لك تويستر يا معلم
اصبر اصبر قبل ما نبدا قبل ما نبدا يا واد في صوص جامعة دايناميت كيف كيفك هلا حبي شوف شوف في المرايه يا واد في شيء غريب انا ايش لا 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 واحد 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 يا كبير على عدل عندهم نقول لا تغشوا تعال خربك راوند 3 خلاص يا بريطاني الحين متعدلين خلاص انت خلاص دوغ اشياء خلاص تمام يلا قفل عيونك انت اخر مره لخبط وجاني مثل ما راح تلخبط هذا ما في اي شيء عادي من غشام يلا غمض غمض ما اشوف لا غمض غمض النظاره ما اشوف كذب غمض غشاش يا متابعين يلا اختار اني ميني ماني حقي حقي واحد اثنين ثلاثه لا يس يا متابعين يا متابعين يا متابعين ايش المشكله يا متابعين المطعم الثالث شاورما وصوص خربق, خربق. على شاورما وصوص وديني وكذا يكون وصلنا شاورما وصوص يا حبيبي ها يا تحيه يا واد حيظبطوني يا واد بيجيبوا لي شيء الحين نشوف يا جماعه الخير باكل اكل ايش رايكم نغير المطعم يعني اقول اقول خلي خلي مطعم شعبيات وسمبوسه وكذا يا شباب قال لك سمبوسه قال لك السلام عليكم يا مرحبا كيف الحال معلم كله تمام اخبارك الحمد لله يا معلم اليوم عندنا تحدي اشكال الهندسيه يعني حناكل على حسب اشكال الهندسيه ايش انا اطلع لي مربع ايش حاكل الله عليك هاي اطلع له دائره ايش اطلع له استبله وهذا جاله مستطيل ليش طلع له ضبطني تكفى فرسيد الله عليك انا اطلع له مثلث ايش طلع له ابشر اطلع لي كلش وجعني من صحت مليت ما حد سيماني يا حبيبي يا ربي استلمنا الطلب يا اخي طلبي بالله انا طلع لي مربع وجاني 95 انت ايش طلع لك مستطيل جاك كرسي يا شاورما وصوص فك 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 رجع رجع يا بريطاني اقسم بايات الله يا عمي واحد نحيف كذا وهاي عارف كيف ما ادري ايش رجعته ذا انت تدري والله اسولك بس كذا طرت ايش طلع لك ضبطت معي دائره يا حبيبي حبيبي وجيك معاه تنافس تمنا ما دام كذا طلع لك 95 اول خطوه سويها تفك التنك يا حبيبي هذا اول ما تفك القصير يا حبيبي شو يكون على المطه رب الكعبه يفوز اقول لك يا حبيبي هنا عندنا بوكسات احنا يا حبيبي شوف كيف شوف لو سمحت اي وخر راسك اول شيء الاستبنى شو يقول لي يا مسلم خلاص قلنا لك لا ما في ما في غش خلاص ما في غش شوفوا يا جماعة الخير استبنى معاه خد كبير صح زي خد شوف زي خد بريطاني اقسم بالله لي فترة مش سايق شاورما وصوص ولما اجي يطلع لي تفضل تفضل عادي عادي تفضل يا حبيبي دوق ال 95 الاسطوري يا ابوي هو على كيفك هو تسوي تشنج رب اللحم يذوب في الفم اي ذوب العقل ودينا على الجولة الرابعة معلم راوند 4 وين المطعم اللي بعده يا عيال ابغى اكل ابغى اطهمش انا محلي انا محلي حلا حلا ايس كريم كذا يبرد على جابه باسكن روبن ما دام هي باسكن يا خوي والله قلب عيونكم ولا واحد يقلب غير قلب عيونكم قلب عيونكم لا لا قصدي غمض عيونكم اه طيب قلب 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 فك عيونكم اختاروا بسم الله واحد اثنين ثلاثة اجلد يا شيخ اجلد يلا يلا ما دام كذا ودينا على باسكن وكذا يكون وصلنا باسكن روبن يا حبيبي يلا بس في شيء مستطيل ان شاء الله بالعكس بالعكس يا اخي والله لا والله لا ما تدري يا حبيبي يا حبيبي حجيك ايس كريم على كيف كيف السلام عليكم كيف حالك يا غالي احد عندنا تحدي في اليوتيوب ان ناكل على حسب اشكال الهندسيه انا طلع لي مربع ايش في مربع كيك بيستاشيو هذا طلع لي دائره ايش تدي له الكوكيز تمام طلع له مثلث ايش ايش قطعه بيتزا طب هذا طلع له مستطيل ما في شيء هيا خليك مرتين ورا بعض خلاص تمام يا حبيبي مربي مظابيط انا طلع لي مربع بيستاشيو انا طلع لي يا حبيبي دائره شيء خوي ها الله عليك او بنتي ما طلع لي ولا شيء سيبكم كذا يا حبيبي خلينا ندوب الكيك ايش هذا يا اخوان ايس كريم بيستاشيو مع كيكه بيستاشيو يا متابعين حران لابس جاكيت وذولا قاعدين يقروني اقول لك سيبك من الكيك وذي الاشياء يا واو هذا برجر ايس كريم ها انا طلع لي يا حبيبي بيتزا ايس كريم بسم بالله وقلبك يا حبيبي بس كنت بقول لكم يا عيال انه كذا انتهت الحلقه طعمجنا علي ما قلنا بس لا ما يا اخي اقسم بالله في غش يا متابعين ترى حنكو غش اكتبوا في الكومنتات انه غش لا ما هو غش خلاص انا هو غش وكل كريسبر حقه وانا كتب برجر حقه بس عدلنا وبس انه وصلنا نهايه الحلقه وروح ضيف سناب هنا في وجه ابو التيه وضيفوا ضيفوا بسرعه بكم تفجروه وبس كان معكم حنكو ابو التيه زنبطات البطرار سلام استنوا لا تنسوا لايك وسبسكرايب وشير سلام